لازم ناخد رأي العلم في الموضوع ده اكيد، لانه يعني مش هيبقى كلامي انا بس او يعني كلامنا وآرائنا بس، لازم ناخد رأي العلم في موضوع ازاي نبقى في علاقة زوجية ناجحة. فدلوقتي معانا على التليفون دكتور جاسمين السيد، الأخصائي النفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورانا. اهلا بيك يا نور، ازيك؟ اهلا عامله بيك يا دكتور جاسمين، منورانا، بتوحشينا. ميرسي جدا، ربنا يخليكي. عارفه انا متابعتي من اول الحلقه، والصراحه قلتي كلام يعني يحترم جدا، يعني صراحه شكرا كل يا كلامك دكتور كان جاسمين، كويس. ميرسي لحضرتك جدا. بس من وجهة نظر حضرتك بقى، ومن وجهة نظر العلم وحضرتك دارسه طبعا، فايه هي مقومات العلاقه الزوجيه الناجحه؟ ازاي الواحد يقدر يعمل علاقه زوجيه ناجحه، او يحس انه هو داخل كده على علاقه زوجيه ناجحه؟ انتي لسه مش ملاحظه ان الفتره ديت زي ما بتقولي كده حصل طلاقات كتير وحصل فشل في زيجات كتير؟ مظبوط. لان الناس بقت اخده الجواز على انه غايه مش وسيله. عارفه يعني ايه وسيله؟ لما اقول لك مثلا انا بروح الشغل بوسيله مواصلات بالعربيه، في واحد تاني ممكن يروح على رجله، والاثنين بيوصلوا، صح ولا غلط؟ طبعا. بس الوسيله دي او وسيله الجواز بتسهل عليكي الحياه، بتحسن جوده حياتك. لكن الناس دلوقتي بقى اخدين الزواج على انه غايه، واحد غايته ان هو يرضي اهله، او واحده غايتها انها تكسب لقب متزوجه، ما تبقاش مش يعني ما يبقاش فاتها القطر، ما يبقاش فاتها القطر. فدي بقت الغايه مش الوسيله. احنا لازم نعرف ونقدر قيمه الزواج، ونعرف ان ربنا عمل لنا وسيله ونعمه كبيره جدا وهبها لنا في الحياه علشان تحسن لنا جودة الحياة وتسهل علينا الحياة وتقلل قسوة الحياة من علينا ووحشتها. فاهمة الفكرة؟ أيوة. دي الفكرة، دي أول حاجة في فكرة الجواز. فإحنا عشان نحافظ على دي لازم يبقى عندنا صبر مش تحمل. أنا أصبر على الطرف الثاني مش أتحمله، عشان في فرق مهم جدا. عارفة أنت لما بتزرعي بذرة بتصبري عليها إزاي؟ بإنك بتسقيها كل شوية وتراعيها وتحط لها سماد وتقويها وحطها في الجو المناسب ليها علشان تظهر وتبدأ تعمل ثمار. مظبوط. لكن التحمل أنا بفضل أتحمل 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 لحد ما انفجر في الآخر. فإحنا لو قلنا الجواز الناجح بيتم إزاي؟ بيتم لما الطرفين، وبقول دلوقتي الطرفين ليه؟ أيوة. ان هم مسؤولين الاثنين مسؤوليه تامه وبنفس المقدار. بالظبط، مفيش حد فيهم ضحيه. مسؤولين على ايه؟ مسؤولين عن ان هم يطوروا مهاراتهم في حل النزاعات. اي اثنين بيبقوا حلوين مع بعض لما تكون الحياه حلوه وجميله وكده، لكن المشكله في ايه؟ يجي نزاع، يجي اي مشكله، هي دي الحاجة اللي بتقابل الجواز بقى وتبتدي ان هو توديه في سكة تانية. أيوة. يبقى انا مهاراتي اطورها في مهارات النزاع والاختلاف، بلاقيهم تملي بيستخدموا الندية مع بعض، او انا اعلى انت اعلى، يبتدوا يعلوا على بعض. لا انا مش عايزاكم في النزاعات كل واحد فيكم مين اللي بيطلع من النزاع ده كسبان، انا عايزاكم انتوا الاثنين تطلعوا كسبانين بعض. تخيلي لو انت في النزاع مع الطرف الاخر او جوزك وحسستيه بس، لا اهدى يا حبيبي انا اهم حاجه عندي صحتك، او انا اهم حاجه عندي ان انت ما تتعصبش ولا يجرى لك حاجه ولا ضغطك يعلى مثلا. قد ايه هو في وسط النزاع وقد ايه هو في وسط العصبيه هيحس ان انت مهتميه بيه او خايفه عليه؟ يعني كنا ان احنا نبين لبعض ان احنا بنخاف على بعض، دي نقطه مهمه جدا. طبعا. عارفه زمان كانوا بينجحوا ليه؟ عشان كنا بنسمي زمان العتاب محبه، لو تفتكري. ايوه طبعا، العتاب محبه. دلوقتي انا بشوف ده عتاب العتاب من باب المحبه. ايوه صح. وانا لو مش بحبك مش هعاتبك. انا صح. بشوف العتاب دلوقتي حرب وعداوه. انا جاي عاتب علشان انا يعني خلاص انا جاي احارب. انتقام، في انتقام في الموضوع دايما. لا، هو انا عايزه العتاب ان انا اشرح مشاعري اللي انا حسيت بيها بعد ما انت تصرفت التصرف الفلاني، او انت تصرفتي التصرف الفلاني. عارفه لما تشرحي قد ايه انت تعبتي او اتجرحتي او حسيتي بظلم او حسيتي بضغط او انهارتي، هو هيتعاطف معاكي. لكن انت داخله تعديه فرفع عليه السلاح، مش كده، مش دي طريقه العتاب. صح. الغضب، احنا مش قادرين نسيطر على غضبنا. كان زمان جدي لما انا ازعله في حاجه كان يقول لي ايه، خشي نامي والصباح رباح. عارفه ان الكلمه دي انا كنت ببقى نايمه وخايفه جدا، يا ترى الصباح ده لما يطلع هيعمل ايه فيا يا جدي؟ ايوه. وكان الصبح بيطلع وزي الفل ما فيش اي حاجه. الصباح رباح خلاص. احنا بنبقى قنابل موقوته، فلو اتكلمنا مع بعض واحنا كده منفعلين جامد هنشيط في بعض.
فما فيش ما يمنع ان انت هدي الموضوع خالص وخلي الصباح صباح، ممكن الصبح تلاقي نفسك نسيتي. يعني لو انت في ستات كتير يا دكتور جاسمين ما بتعرفش تعمل الحاجه دي، يعني ممكن بعض الرجاله بيعرف ان هو يسكت وممكن حتى كمان يدخل ينام، انما في ست تفضل بقى يا عيني تهري وتنكت طول الليل مستنياه يصحى علشان تكمل الخناقه. ده لسه يطبع، عارفه حضرتك بيبقى في خناقه وفي يطبع بعدها. ايوه فانت نمت ونسيت انت، او انت مش فاكر انت عملت ايه امبارح. لا أنا نجيب من الاول بقى تاني. فنعمل لا ايه؟ ده مش امبارح بس يا نور، ده ممكن تجيب له من 3 4 سنين فاتوا. اه انت عملت فيا ايه؟ لا خلاص اتعاتبته، واحنا وشرحنا طريقه العتاب قبل كده، اتعاتبته خلاص، اللي خلص خلص نقطه. من اول سطر نبدا مشكله جديده. بس انا بتكلم في الست بتتفاعل بمشاعرها اكتر. أيوة. انما الراجل بيحب يدخل جوه الكهف بتاعه بالزبط. يرتب دماغه ويطلع لها تاني. صح. احنا عايزين نعلم بقى الستات ان انا ما بقولكيش ما تعديش او ما تتنرفزيش وما تتعصبيش، عايزاكي بس تتاخري. تاخري ده عارفه اللي هو القاذمين الغيظ دي، ربنا اكرم أيوة. بيهم، علشان هم ساعة الغضب بيقدروا يعملوا الفرامل دي. احنا عايزين الفرامل دي فترة ولو 6 ساعات. 6 ساعات فرميني نفسك، مش فرميني نفسك وعيشي حياتك الطبيعية، مش بالظبط اعملي اي حاجة، اشغلي نفسك بأي شيء تاني. ما تشحنيش بقى نفسك خلال ال6 ساعات دول. بالزبط. لا انا مش عايزاك تكبري الانفعالات جواك. عادي اتعاملي في البيت عادي، اعملي له الاكل عادي، اقعدوا عادي مع بعض اتفرجوا على حاجة. الست بطبيعتها قلبها طيب، وهي لو ضحكت في وشه هتلاقيه الموضوع خلاص. ده يمكن بالظبط هو كمان قلبه طيب على فكره، يعني برضه فعلا لما احنا كلنا قلوبنا طيبه، بس هي العصبيه للاسف. هو الانسان عموما يعني كائن حساس وكله مشاعر. حافظتي على مشاعره خلاص قدرتي ان انت تكسبيه. في نقطه مهمه جدا، لغات الحب. لو انا بتكلم مثلا هندي وحبيبي بيتكلم صيني، هنقدر نفهم بعض؟ لا. لازم نجد ما بيننا لغه مشتركه. وكل واحد ليه لغه في التعبير عن حبه. يعني مثلا واحد مثلا بيعبر بالكلمات، بيقول كلام حلو. لكن واحد تاني ما بيعرفش يقول كلام حلو، بس بيعمل افعال حلوه، بينزل كل يوم الصبح يطحن نفسه في الشغل عشان يجيب حاجه كويسه لمراته اخر يوم، او اكل لاولاده. صح. فتيجي الست تشتكي، انا ما بيقوليش كلمه حلوه يا ستي. طب بصي لتصرفاته، بصي لافعاله. فلغات الحب هم 5. في بيجي بالكلمات، في لغته الكلمات، في لغته عايزه طبطبه وعايزه حنيه، في لغته تقديم الخدمات، ده قام مثلا غسل لي المواعين، او قام ودالي مثلا الولاد التمارين. في مثلا واحده بتيجي بالهدايا، او واحد بيجي بالهدايا. في نقطه انت كنت قلتيها، الكواليتي اوف تايم، جوده الوقت اللي بنقضيه مع بعض. عارفه ان العلماء وجدوا ان كل ما الكابل بيضحكوا مع بعض اكثر، كل ما عمرهم بيطول والعلاقه بينهم بتطول. الله، ده حاجه حلوه جدا، دي حاجه كويسه جدا. اهو اضحكوا مع بعض بقى. حاولوا تلاقوا فيلم مسرحيه من بتاعه الثمانينات، حتى الحاجات القديمه دي، اضحكوا مع بعض، افتكروا ذكريات حلوه مع بعض من العصر ده. بالظبط. نقطه ثانيه مهمه جدا وخطيره، بشوفها برضو من اسباب فشل الجواز، القرارات في العلاقه. يعني انا بشوف ان لازم يبقى في واحد بس مسؤول عن القرارات، حتى لو هنقسم القرارات دي. بمعنى ايه؟ في قرارات مثلا مصيريه انا اللي هبقى مسؤول عنها كراجل، وفي قرارات مثلا بتاعه النادي، بتاعه التعليم، بتاعه الدروس الخصوصيه، هدي بس عند مين، هعمل مش عارفه ايه، دي خلي الست هي اللي مسؤوله عنها وقسموها تخصصات. تمام. لكن ان الاثنين يبقى ده ليه قرار وده ليه قرار، وده يصمم عليه وده يصمم عليه، لا. دايما واحد ياخذ القرار والتاني يبقى المستشار بتاعه. بالظبط. يعني هما حتى القرار ممكن ياخدوه الاول، يعني يعملوا مداوله الاول ويستقروا عليه حتى سوا، ويبقى خلاص القرار اتاخد. هنفترض مثلا ان في الاخر ده عنده قرار وده عنده قرار، والاثنين مصممين عليهم. فاحنا بما اننا مقسمين القرارات من الاول، فالقرار في النقطه دي ده بتاع الرجل، او القرار في النقطه دي ده بتاع الست. بالظبط. هيبقى في مشاوره وكل حاجه، بس انا بتكلم ان في الاخر لازم في حد يحسم الموقف. بالظبط. وبعد كده يبقى على متخذ القرار اللي كانوا واقفين عليه تحمل المسؤوليه، اكيد لو في اي حاجه خطا، مش كده؟ طبعا. يعني طبعا. لان هو خلاص هو قرر انه انا اللي هقود في الوقت ده، فسيبيني انا اللي اقود في الوقت ده، او سيبني انا اللي اقود في الوقت. ساعتها انت هتتحملي مسؤوليه القرار اللي انت خدتيه منفرد، او صممتي عليه وهو مشاهولك، مش كده؟ طبعا. تمام. نقطه كمان عايزه اضيفها، اللوم دايما. ما انت قلتي القرارات هي، طب نفترض هو اخذ قرار وبعدين هي بعد تقول له شفت اديك عملت، اديك لوم 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 لوم. يعني يا جماعه الواحد لما بيكون اخذ قرار ويطلع القرار ده مش صائب،
هو ذات نفسه بيلوم نفسه. خليكي انت الحنينة عليه بقى، يعني توني عليه، خلاص انت حاولت وبذلنا قصارى جهدنا، ما يبقاش جلد ولوم وجلد ولوم. قلت لك ما تعملش كده، قلت لك صعبه جدا. صعبه جدا طبعا. طيب الحقيقه بجد بشكر حضرتك جدا دكتور جاسمين السيد الاخصائي النفسي حقيقي.